بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول أدوات رسم الأشكال الجاهزة Shape Tools وأدوات الألاين Tools، أدوات الاصطفاف والمحاذاة. أدوات رسم الأشكال الجاهزة موجودة عندي في شريط الأدوات في المنطقة هاي، وهي أداة Rectangle Tool، Rounded Rectangle Tool، Ellipse Tool، Polygon Tool، Line Tool، Custom Shape Tools، واختصارهم من لوحة المفاتيح حرف اليو. مجرد الضغط بزر الفأرة الأيسر على أداة Rectangle Tool بنلاحظ معي اتفعل شريط الخصائص الخاص بالأداة. نضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر، نسحب، بنلاحظ إنه رسم لي Rectangle على Layer جديدة، سمى لي Rectangle 1، وظهر معايا البروبرتي بار شريط الخصائص اللي هو نفسه الموجود عندي في المنطقة هاي. أول خاصية إنه بإمكانه أرسم الشكل كشيب بنظام الفيكتور، برسمه عن طريق مسار، انه عندي مجموعه من الانكورز وبينهم باثز، ممكن ارسمه عن طريق البيكسلز. خلينا نشوف الشيب. لكن انا رسمت مستطيل، لو بدي ارسم مربع بامكاني اضغط على زر الشيفت وابدا ارسم المربع، فبرسم لي مربع منتظم. وبنلاحظ ايضا انه رسم لي اياه على لاير جديده وسمى لي اياها ريكتانجل 2. أول خاصية موجودة عندي في المنطقة هاي هي الفيل، بإمكاني أحكي له نو كلر بدون تعبئة، بإمكاني نحكي له سوليد كلر لون واحد ونختار أي لون في المنطقة هاي، وبإمكاننا نختار أي لون عن طريق الكلر بيكر وبنختار درجة اللون وبنحكي له أوكي. بإمكاننا اختيار الجريدينت، التدرج اللوني بين لونين أو أكثر، لاحظ معي. بإمكاننا التحكم في الأوبسيتي في المنطقة هاي، نقلل ونزيد. المنطقة هاي منطقة الشادوز، ممكن نزيدها أو نقللها. منطقة الهايلايتس بإمكاننا نزيدها أو نقللها. نمط الجريدينت، نمط التدرج اللوني، لينير، راديال، أنجل، ريفليكتد، دايمون. المنطقة هاي لها علاقة بزاوية الجريدينت بالشكل هذا. هنا السكيل حجمه، ممكن أكبر أو أصغر بالشكل هذا، لاحظ معي. المنطقة هاي في حاجة بحكي لي إنه ريفيرس، بعكس لي اللون الأسود مع الأبيض، أو لاحظ إنه انعكست الألوان. المنطقة هاي لو أنا بدي أضيف جريدينت جديد بحكي له بريسيت مانجر وبحكي لود الجريدينت اللي انا نزلته من الانترنت. خلينا نحكي لهم مثلا انا بدي اللون الازرق سوليد كلر. المنطقه هاي اللي بعديها اللي هي الستروك، الحدود للشكل. خلينا اول شيء قبل ما اشوف الستروك نزيد السمك شويه بالشكل هذا. الستروك ممكن احكي له نو ستروك، ما بدي له حدود. ممكن تحكي له بدي حدود باللون مثلا الاصفر ونختار اللون. ممكن اعمله جريدينت بالشكل اللي بدي اياه، وهي شفناها. وممكن نخليه نظام الباترن بالشكل هذا. خلينا احنا نحكي له انا بدي اياه باللون هذا. المنطقه اللي بعدها هاي لها علاقه بحجم الستروك. المنطقه اللي بعدها الستروك اوبشنز، انماطه بالشكل المنقط داش لاين. في عندي مجموعه من الخصائص الاوبشنز في المنطقه هاي. بالنسبه للستروك ممكن يكون انسايد الشكل، داخل الشكل، في السنتر، نصف الداخل ونصف الخارج، اوتسايد خارج الشكل. ممكن اخليه بشكل مترد زاويه، او راوندد زاويه دائريه زي في المنطقه هاي، او نخليه بيفل كانها مقصوصه قص، نخليه مترد. ممكن نغير الستايل، نخليه بالشكل هذا. ممكن اتحكم في المسافات هاي، نقللها مثلا، نخلي الداش مثلا 2، الداش هذه 2 والقابل بينها 2 مثلا. ممكن نيجي نرجع زي ما كان. في عندي الويت والهيت، هقيت 190 و190. اذا القفل مغفل وغيرت ل 250 بلاحظ الهيت اتغير ل 250. اذا القفل مفتوح بامكاني لو غيرت الويت احكي له 350 بتغير الويت فقط لا غير. المنطقه هاي
كان اوبشن انه كل معمل شكل جديد يحط لي اياه فلاير جديد. الخاصيه الثانيه لو انا قلت له كومباين شيب، هيروح يعمل لي مزج للشكل الجديد او يعمل لي دمج للشكل الجديد مع الشكل القديم كانهم شكل واحد. كنترول زد، لو انا حكيت له سبتراكت فرونت شيب، هيطرح لي الجزء الامامي من الجزء الخلفي. لاحظ معي. كنترول زد، لو حكيت له انا انترسكت شيب اريا، هيروح يعمل لي المنطقه اللي في التقاطع، يظهر لي المنطقه في التقاطع. كنترول زد، لو انا حكيت له بدي اكسكلود اوفر لابنج شيب، هيروح يظهر لي المناطق هاي الاوفرلاب. بهيك شرحنا المناطق هاي، فايده كل واحده منهم. لو انا اجيت رسمت مربع بالشكل هذا، هو باستخدام اداه دايس سيليكشن تول، بامكاني اتحكم في البوينتس هذه، احرك البوينتس من مكانها، يعني بامكاني اشكل الشكل. لاحظ معي كيف انا غيرت في الشكل من مربع الى الشكل هذا، يعني بامكاني اتحكم في النقاط هاي واغير اماكنها. يبقى انا بامكاني ارسم مربع او اي شكل اخر، وبامكاني اغير فيه باستخدام اداه الدايركت سيليكشن تول، اتحكم بمكان الدوتس، بمكان الانكورز. الان خلونا ناخذ تطبيق عملي بسيط. انا عندي هالجيت بدي ارسم ريكتانجل في المنطقه هاي، نعطيه اللون الاسود. بدي انا منه نسخه ثانيه، بامكاني اعمل كليك يمين واعمل دوبليكيت لاير. باداه الموف تول بامكاني اسحبه في المنطقه تحت شيفت على اساس يكون نفس المحاذاه. نغير لونه دبل كليك، ممكن نحكي له بدي لون اخضر في المنطقه هاي بالشكل هذا. هل جيت انا بدي ارسم مثلث في المنطقه هاي، بامكاني عن طريق اداه الريكتانجل تول ارسمه. نرسم مربع في المنطقه هاي مثلا، نعطيه اللون الاحمر. بدنا نعمل له روتيت في المنطقة هاي، بنيجي نعمل له روتيت 45 درجة، نكتب 45 درجة، نيجي نعمل سكيل للشكل تكبير، نضغط على زر الشيفت، بإمكاننا نحرك الشكل. الخارج الورقة مش هيظهر، هنقول له انتر. وبهيك انا قدرت ارسم باستخدام اداه ريكتانجل تول، ارسم علم فلسطين. الان خلونا ننتقل لادوات المحاذاه في المنطقه هاي. اول شيء خلينا نيجي نرسم مستطيل بالشكل هذا، مستطيل ثاني في المنطقه هاي، في المستطيل الثالث في المنطقه هاي، ومستطيل رابع في المنطقه هاي. هلقيت انا عندي اربع مستطيلات، على اساس احددهم بضغط اول واحد شيفت اخر واحد، هيك تحددت الاربعه ريكتانجل. لقيت بنروح على اداه الموف تول، عندي اول منطقه بحكي لي الاين توب ايدجز، هجيب كل المستطيلات على التوب. لاحظ معي كنترول زد، اللي جنبها الاين فيرتيكال سنتر، في السنتر كنترول زد، في المنطقه هاي Align Bottom Edges، هجيب كل المستطيلات في البوتومز. Ctrl Z، المنطقة هاي بيحكي لي Align Left Edges، هجيب لي اياهم كلهم لجهة Left. Ctrl Z، المنطقة هاي هجيب لي اياهم Align Horizontal Center. Ctrl Z، في المنطقة هاي هيحكي لي اياهم Align Right Edges، في جهة الرايت الجهة اليمين. Ctrl Z. الآن خلينا ناخذ تدريب عملي بسيط على أداة الريكتانجل تول وأدوات المحاذاة. نرسم مستطيل في المنطقة هاي، نعطيه اللون القرمزي، نرسم مربع صغير في المنطقة هاي، نعطيه برضو نفس اللون، نعمل له روتيت 45 درجة بالشكل هذا. Apply، نحركه في المنطقة هان،
الآن بدي أعمل دبليكيت للريكتانجل هذا، نقول له كنترول جي كرر. لقيت بإمكاني إنه أحدد آخر واحد في المنطقة هاي، شيفت نحركه للأسفل، نحدد الأول، شيفت نحدد الأخير، نحكي له في المنطقة هاي distribute vertical centers. وبهيك بأداة Rectangle Tool واستخدام Alignment Tools رسمنا علم قطر. الآن خلونا ننتقل للأداة الثانية من أدوات رسم الأشكال الجاهزة اللي هي أداة Rounded Rectangle Tool. نضغط ضغطة في المنطقة هاي، بنلاحظ إنه رسم لي مستطيل بحواف دائرية، وبنلاحظ رسم لي إياها على لاير جديدة، وبنلاحظ إنه نفس الخصائص موجودة عندي. والخاصية الجديدة عندي اللي هي الراديوس، بإمكاني إنه أتحكم بالراديوس، أقلل أو أزود الراديوس. مثلا نحكي له 35، انتر، ونبدأ نرسم. لو حطيت شيفت برسم لي مربع حدود دائرية، ولاحظ كل ما بصغر الشكل ويكون راديوس كبير يكون في شكل دائري، يعني بإمكاني إنه أرسم لي بدائرة أو أرسم بالشكل هذا. خلينا نشوف الأداة اللي بعدها اللي هي أداة الإليبس تول. بالضغط بزر الفار الأيسر برسم لي شكل بيضاوي، بإمكاني أيضا نغير لون التعبئة، لون الستروك، ونكبر الستروك. ممكن نرسم دائرة، نضغط على زر الشيفت. خلينا نشوف الأداة اللي بعدها اللي هي بوليجون تول. نفس الخصائص، في عندي خاصية جديدة هي السلايد، عدد الأضلاع، بإمكاني أحكي له أنا بدي إياها 6. نرسم في المنطقة هاي شكل سداسي 6 أضلاع. بإمكاني نغير لون الفيل، لون الستروك، نفس الشيء بإمكان الستروك نخليه باترن، ممكن نكبر الستروك حجمه بالشكل هذا. وبإمكاني أيضا إنه أرسم مثلث أحكي له بدي إياه 3 أضلاع بالشكل هذا. ممكن أحرك الماوس، فأنا بحرك بشكل الماوس اللي بدي إياه بأي جهة بدي إياه. وبنلاحظ عندنا في موجود جنب السلايد سانترس، بإمكاني أحكي له ستار، وإذا ستار 3 سلايز أرسم نجمة من 3 حواف بالشكل هذا. لو زودت أنا عدد السلايز مثلا خليهم 7، نيجي نرسم أو أحكي أنا حاكي الستار، فيرسم لي ستار مش بوليجون. فعلى أساس أرسم بوليجون نشيل الستار ونبدأ نرسم بالشكل هذا. نشوف الأداة اللي بعدها اللي هي لاين تول. نرسم خط في المنطقة هاي، لو ضغطت شيفت برسم لي عليها على نفس المحاذاة. نفس الخصائص، في عندي فيل، في عندي ستروك، بإمكاني الستروك لون، نكبر السمك. جميع الخصائص نفسها موجودة، بس في عندي خاصية جديدة اللي هي الويت، وزن الستروك. فبإمكاني إنه أكبر الستروك بدل 15 ممكن أخليه 1 أو 2 أو 3 أو 5، هي 3 مثلا. نرسم في المنطقة هاي الستروك، لو ضغطت شيفت هيرسم لي إياه نفسه. بلاحظ إنه لون التعبئة اختفى لأنه الوزن قل، فأنا لو عملت نو ستروك بيعطيني باللون الأصفر اللي هو لون الفل. خلينا الآن نشوف آخر أداة موجودة عندي وهي أهم أداة اللي هي كاستم شيب تول. نفس الخصائص موجودة عندي، في عندي في المنطقة هاي الشيبس، مجموعة من الأشكال الموجودة. إذا ما كانت ظاهرة عندي فأنا بروح على الترس وبحكي له all، اظهر لي الاول، وبنحكي له اوكي. فبإمكاني اختار اي شكل من الاشكال هاي ونضغط هان، وممكن نضغط شيفت، ممكن نعطيه لون التعبئة، ممكن نعطي الستروك بالشكل اللي انا بدي اياه، ممكن نعطيه جريديانت المرة هاي بالشكل هذا. نكبر الستروك شوية عشان يظهر معي. فرسمنا الكأس من الأشكال الجاهزة. إذا أنا عايز أضيف مجموعة أشكال تانية بالأمر سهل، أجي هنا على الترس، نحكي له بريسيت مانجر، وبحكي له لود.
بروح انزل شيبس من على طريق الانترنت. على سبيل المثال انا منزل الشيب هذا، بامكاننا نعمل له نسخ، ونيجي في المنطقه هاي نحكي له بيست ونحكي له لود. فبلاحظ انه ظهر عندي في المنطقه اللي تحت اللي هي الفريمات الموجوده عندي هان. الان خلونا ناخذ تطبيق عملي على ادوات الكاستم شيبس، نختارها بزر الفار الايسر، نحكي الكاستم شيب تول، نختار فريم من الفريمات الموجوده عندي. على سبيل المثال الفريم هذا في المنطقه هاي، هلقيت نعمل كروب للشكل هذا، نصغر انتر، نفك القفل في المنطقة هاي، ضغطين، نحدد الاثنين لاير على الموف تول، نعمل الاين فيرتيكال سنتر، ونعمل هان الاين هوريزونتال سنتر بالشكل هذا. نعطي اللاير تاعت الباك جراوند لون، نحكي له سوليد كلر، نعطيها اللون هذا، لون اللون هاي بالشكل هذا. اوكي، الآن أنا بدي أعمل تحديد للشكل هذا، الشكل أنا رسمته من الكاستم شيبس. بتيجي على اللاير بتاعته، بنضغط كنترول وضغطه بزر الفار الأيسر، فهيك أنا عملت تحديد للشكل. بنروح لصورة الطفل، أداة ريكتانجولار ماركيو تول، بنعمل سيلكت لجزء من الصورة، نعمل كنترول سي. بعد ما عملت أنا نسخ للصورة، بنروح على الإيديت بيست سبيشال، بدي احكي له بيس انتو كنترول تي، نحاول نصغر الصورة. انا ضغط على زر الشيفت على اساس تكون تصغر معي الصورة بشكل مناسب. انتر، نيجي على اللون الاسود الظاهر عندي، ممكن نروح على الشيب هنا نعطي الفيل للشيب باللون الابيض. اوكي، يعطيكم العافيه، ونرجو من المولى عز وجل ان تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.